الاصغر الاستماع فقط. جميع الحقوق التحية والسلام للي خذ أغلى وسام، يوم التخرج الكرام مفيد بأمجاده علم، رمز الشرف نشانها يوم انكتب عنوانها في العسكرية زانها، افهدي الوفي الشهر نسل الرجال الشامخين أمجادهم فوق الجبين، وفهد من طول السنين سطر مضامين القلم. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. رحب الحنايا والنظر نظر طوع صعابه وعثنا فارق على كل الملا، بالروح ميثاق الولا حافظ عهوده والقسم، من ساس عزه والجدود والطيبه والرفعات يزود، شامخ وصوله بالوجود والجود من نبع الكرم. ابوه راجح بالوفا راعي المكارم ما خفى، وان قلت عنه ما كفى. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. بالحنايا والنظر نظر فخر الكنان بالمسير، شواهد انجاز الكبير في هدي من عبد الغدير، هذا الكنان المحترم يزهر فخر عم وخال، تاج القبيلة والرجال واخوانه اللي بخير حال، رمز الفضايل والقيم لجل الوطن دون الثرى، ساقي المعاني للورى ويحقق احلام الكرم، هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. بالحنايا والنظر نظر 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 يا طايل عالي الوسوم، اليوم راسك بالنجوم، اسكت تهاني لك تحوم، لفهدي رفرف يا علم. خذت ملامح امها في طبعها في رسمها، عنق الغزال طرف المها محدم باسراره ملم. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. خذت ملامح امها في طبعها في رسمها، عنق الغزال طرف المها محد باسراره ملم. يوم السعادة كللت ابهى المواعد واكملت، في كل حاضر وشملت طيب الاماني بالختم. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. 6 8 6 6